بسم الله، النهاردة هنشرح ازاي نحط الليقة في المحبرة وطريقة وضع الحبر. في ادي الليقة قدامنا هيت، وادي المحبرة برضك، المحبرة فاضية هيت، المحبرة قدامنا هيت، وبجهز انا الليقة والمحبرة، وادي ازازة فيها شوية مية، وكمان الحبر، العلبة اللي فيها الحبر اللي انا هستخدمه احطه في المحبرة. دلوقتي هنيجي نطلع الليقة من الكيس. بسم الله، لو بصينا الخيوط الحرارية هنلاقيها كلها شكلها عاملة كده هيت. هعمل ايه؟ كبيرة على المحبرة، اقطع منها حتة زي كده، بقت حتتين هما على قد محبرتين، وادي الحرير بالطريقة ديت. قبل ما احط الليقة في المحبرة هجيب شوية مية، مية عادية طبعا، ويدوبك هحط على ايدي نقطة مية بسيطة، بحيث لما اجي افرك الليقة الحرير بايدي تمشي ما تعملش سخونية. بسم الله، ادي شكلها هيت. هنشوف شكلها بعد ما افركها بايدي شوية وبعدين نحطها في المحبرة. بسم الله، افركها كده اهيت، اني افرك فيها لمدة مثلا دقيقة. اتفركت شوية اهيت، كمان اقوم جاي فاردها كده اهي. بفرك بسرعة طبعا عشان التصوير. اهيت بقت عاملة ازاي؟ لما نيجي نشوفها ادي بقت الخيوط شكلها عامل ازاي بعد الفرك، وديت الخيط قبل ما يتفرك، فرق بين الاتنين اهيت. دي انا بفركها عشان الخيوط كلها تدخل في بعضيها وما بلتش ايدي غير شوية مية صغيرين. طيب بعد ما فركناها نيجي نحطها في المحبرة اهيت اهي. طبعا لو عايز اعبيها حبر كتير ازود حتة الحرير بتاعت الليقة، او حبر بسيط معايا بالطريقة دي. كده خلصنا الليقة والمحبرة، نيجي للحبر. ادي الحبر، العلبة اللي فيها الحبر، عشان اعرف ازاي كمية الحبر قليلة او كثيرة هنعمل كده. بسم الله، نفترض دلوقتي انا عبيتها كلها حبر والحبر طلع عندي زيادة، الحبر زيادة مثلا، هاجي اضغط كده بالقصبة اهيت اهي، عبيتها كلها حبر. هزيد انا برضو الحبر عشان لو واحد جه قال لي الحبر كتير اعمل ايه وكيف الترتيب المظبوط لها. هعمل كده اهو، فيها حبر كتير، عشان لما اجي اعبي بالقصبة او البوصة وتطلع الكتابة مثلا زي كده كانت حبر كتير، لا هقوم جاي ماسك المحبرة تاني وكببها في الحبر كده اهو اهو، كده نزل الحبر كل الزيادة اهو، ما عادش بينزل حبر خلاص. كمان مرة اهي، وهي مكفية بعد ما قلبتها ما فيش حبر بينزل، وكده هقوم جاي مغطيها او كاتب بيها بقى اهي. هتبقى شفنا الفرق بين الاولاني، لما ما حطناش الحبر كان زيادة تدفق كتير، لا المفروض يكون بالطريقة ديت بعد ما كبينا الحبر الزيادة اصبح بالطريقة ديت، ويبقى دي الطريقة الصحيحة. وموفقين ان شاء الله، واعذروني على التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.